الله 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 سبحان الله 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 الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله من الآن إلى قيام يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الله قصد السبيل ومنها جائر ولو شاء لهداكم أجمعين. هو الذي أنزل من السماء ماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات، إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره، إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه، إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، إلى آخر الآيات. صدق الله العلي العظيم. هذه السورة كما قلنا سورة النحل، تعدد النعم الكثيرة التي أنعم الله علينا في هذه الدنيا. وعليكم السلام. حتى يرشدنا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. هذه النعم أغلبها التي ذكرت في هذه الآيات. السلام عليكم شيخنا، تريدون أن أنزل أنتم ترقون المنبر؟ صلوا على محمد وآل محمد. أغلبها التي ذكرناها والتي سوف نقرأها ونتلوها في هذه السورة المباركة، أغلبها نعم مادية: شمس، قمر، ليل، نهار، أنعام، خيل، بغال، إلى آخره. ولكن هناك نعمة أعظم من النعم المادية، ولولا هذه النعمة لكنا، عفوا بدون تعارف وبدون مجاملة، كنا مثل الحيوانات. هذه النعمة نعمة الهداية. يعني احنا خلقنا في هذا الكون ورزقنا، ونشكر الله على هذا الرزق العظيم من النخيل والأعناب. سيعدد هذه السورة سورة النعم أصلا. ولكن لولا أن هداية الله سبحانه وتعالى شملتنا، ولولا أنه بعث بالأنبياء، أرسل الأنبياء، أنزل الكتب، وإلى كل هذه المنظومة الفكرية التي بدأت من آدم وإلى الآن، لكنا ضائعين. يعني شنو يعني؟ خب جينا وأكلنا وشربنا ونمنا وإلى آخره، وبعدين ارتحلنا. المهم هذه النعمة. هذه الآية الصغيرة القصيرة العظيمة تبين لنا أو تشير إشارة جدا عابرة إلى هذه النعمة الكبرى، نعمة الهداية، نعمة أن الله
خلقنا وأنعم علينا بهذه النعم الكثيرة التي لا نحصيها أصلا، ولكن نعمة الهداية أكبر وأعظم. الآية صار محط لبحث المفسرين وما شابه، والمذاهب العقائدية الموجودة من صدر الإسلام إلى الآن. أنتم تعرفون هسه مقدمة احنا قايلين هالأشياء، ولكن التكرار لا بأس به. التكرار في سنوات ماضية حاكين عن الجبر والاختيار، وعقلا وقرآنا ونقلا ورواية وحديثا ثابت أن الإنسان خلق مختارا، خلق حرا، خلق وقد أعطاه الله صفة الاختيار. ممكن تقول واحد لما يقول مختار يعني الله، كأنه واحد بدأ يحترم ربه. لا، الله الذي خلقنا هو الذي أعطانا قدرة الانتخاب والاختيار التمييز. في بحث مفصل اهدانا أيضا إشارة إلى هذا المعنى، جدا إشارة واضحة. بعد أحد العلماء عنده كتاب جدا لطيف جايب كل آيات الهداية والضلال في القرآن كلها من سورة الحمد إلى سورة الناس، واللطيفة يثبت أن كل هذه الآيات إما بعدها إما قبلها إما في خلالها إشارة أنه لا جبر، بل نحن مختارون. منها هذه الآية، وعلى الله، لما عدد الله بعض النعم في أول سورة النحل، الآن يقول هكذا هو وعلى الله، هذه قبل ما أشرح بقية الآية، كلمة على الله، على تعطي معنى الوجوب تقريبا، مثل ما أنت تقول عليك صلاة الصبح، عليك دين، عليك أن تزور والدك، عليك أن تصل رحمك، هذا عليك. عليك شنو يعني؟ نوع من الإلزام، نوع من الإيجاب. هنا الله على نفسه يقول وعلى الله، يعني أوجب الله بلطفه على نفسه هذا المعنى. احنا نريد شوية مثل ما عودناكم هذه السنين واللي تعبتوا ويانا وأنا متعبت وياكم حقيقة. وعلى الله قصد السبيل، الله أوجب على نفسه بلطفه علينا قصد السبيل، أن يجعل السبيل إلى الهداية قاصدا. قاصدا يعني شنو؟ الطريق عادة كل الطرق إما معوجة ومنحرفة وملتوية وتضيع بها، وإما مستقيمة تريد تروح إلى منطقة من مناطق الكويت، تعرف أنه تأخذ الشارع الفلاني الرقم الفلاني الدوار الفلاني تمشي إلى أن تروح إلى المنطقة الفلانية توصل. طريق واضح. أما أنت في الصحراء ما تدري وين تروح أصلا، هذا جائر، جائر يعني منحرف ملتوي. قصد السبيل يعني الله أوجب على نفسه أن يجعل السبيل إلى معرفته، إلى نبيه، إلى إمامه، إلى كل المعارف الحقة، جعلها قاصدة. هذه الطرق قاصدة، قاصدة يعني واضحة، سالكة، أفضل أحسنتم، سالكة بدون اعوجاج. خب ومنها جائر شنو؟ ومن تلك السبل، السبيل في اللغة العربية مؤنث مجازي. وعلى الله قصد السبيل، الله أوجب على نفسه أن يبين الطريق، ومنها جائر، منها جائر ما يلتبط بالله بعد، هو ما يريد يختار السبيل المستقيم الصحيح،
يعني ومن هذا السبيل أو من تلك السبل، بعض السبل جائرة يعني منحرفة ملتوية غير مستقيمة. طيب يا الله ليش سويت كذي؟ على تعبيركم كذي ليش يعني؟ هو خلي كل الناس تروح الجنة. الجواب آخر الآية، ولو شاء لهداكم أجمعين. مرة الله مجبور أن يجعلنا مخيرين مختارين في حرية كاملة؟ لا مو مجبور، كان يقدر يخلق خلق مجبرون على الطاعة، يمكن أن نمثل بالملائكة، هسه ذاك بحث آخر، هل الملائكة مجبرون أو لا ذاك بحث آخر. ما أصدق خلق يخلق خلق هذول مجبرون على الطاعة، مجبلون عليها، جبلتهم طبيعتهم الطاعة. الشمس مو خلق الله، الشمس خلقت وهي مجبرة، هذه النخلة مجبرة إذا كانت كل الشروط موافقة من الماء والتربة وإلى آخره أن تنمو هذه الشجرة وتعطينا تمرا مثلا. البحار وهكذا. إحنا كبشر لا مو هالشكل، إحنا بكيفنا، نريد نصلي نصلي، ما نصلي ما نصلي. اليوم جاني طفل ويا أبوه أو يا جده عمره 9 سنوات بارك الله فيه، قلت له أكل شوية حلويات عندنا بالغرفة تفضل، قال لا أنا صايم. قلت له بابا يعني أنت ماكو داعي تصوم يعني هسه من هسه؟ قال لا أنا أقدر أصوم. خب بس هذه تربية جيدة، يريد يعود جده أو أبوه على الصيام بكيفه، هذا يريد يصوم. قلت ما تتأذى؟ قال لا. قلت المهم إذا تتأذى الأفضل أنه تفطر. الكبار أيضا نفس الشيء، يريد يصلي يصلي، يريد يظلم يظلم، يريد يغش بالسوق يغش، يريد يكون عادلا يكون عادلا. الحاكم يمكن أن يكون ظالما ويمكن أن يكون عادلا وهكذا. نحن مختارون، ولكن هذا الاختيار مو احنا بكيف نحصلنا، من اعطانا الله؟ من اعطانا؟ الله سبحانه وتعالى. ولذلك يقول ولو شاء، اذا الله كان مقرر انه يخلق خلقا باسم البشر هؤلاء مجبرون، كان يقدر يعني. الله مو مكبل والعياذ بالله، مثل ما قالوا انه يد الله مغلولة، اليهود قالوا غلت ايديهم، هم ايديهم مغلولة، الله ايده مفتوحة، إرادته هكذا، مشيئته هكذا أن يجعلنا مختارين. طيب هذا البحث طويل وإحنا كم مرة ذكرناه في السنوات السابقة، بس عموما عقيدتنا نحن الشيعة والكثيرون من السنة أيضا عقيدتنا أنه نحن مختارون، لا جبر ولا تفويض، بل أمر بين أمرين. هذه الآية أيضا إشارة. هم شي يقولون يستدلون بأشياء جدا حقيقة، واحد يقرأ لما بالكتب يعني تعجب، يعني حتى هاي الآية يجيبوها بشكل آخر، يعني الذين اعتقدوا بالجبر يعني. والآية الأخرى اللي يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا في سورة البقرة آية 26، يضل به كثيرا يعني بالقرآن بالوحي بالنبوة أي شيء، ويهدي به كثيرا، بس رأسا يقول الله شنو؟ وما يضل به إلا الفاسقين. يعني الفسق والقرار الذي يتخذه الإنسان نفسه، الله يقول له تريد الضلال روح. يضل به كثيرا يعني باع، مثل واحد يريد يجازي واحد، ينصح ابنه، الأبو ينصح ابنه مو الشكل، ينصح ابنه بابا دير بالك لتطلع مع بالشارع مع هالأصدقاء اللي مو زينين فلان، يقول يشرح العلل، يشرح حتى يشجعه. مو الله يشجعنا بالجنة؟ تشجيع بعد هذا ترغيب.
ينذرنا عن النار. كل شيء يسوي الله مثل ما الأب كل شيء يسوي. طبعا هذا تمثيل لتقريب المسألة. آخر شيء يقول له ابني كيفك، ما تريد النصيحة، روح أي شيء تسوي. يعني هذا الأب راضي أنه هذا ينحرف الولد؟ لا، مو راضي. إلى آخر عمره يدعو كما دعا نوح عليه السلام. هاي قضية نوح جدا لطيفة من باب المثال حتى لا تتعبون. ابني علي تعرفوه سيد علي، هذا ما كان يريد يجي أولاد. قلت بابا ليش ما تنجب؟ قال بابا الوضع مو زين، المجتمع فاسد، أنا شلون أربي ابني، خايف أنا. قلت أنت أعظم أم نوح شيخ الأنبياء؟ يعني معقولة أن نوح ما كان يربي ابنه؟ ما يصير. أنت تشوف مرجع التقليد مثلا عايف أولاده كل شيء يريدون يسوون، ما يصير. ولذلك نعترض نشوف طلع ليش شكل طلع هذا. عادة الأنبياء يربون أولادهم، فحتما نوح مربي أولاده أو ولده يعني وزوجته أيضا، اثنيناتهم راحوا إلى جهنم وبئس المصير. أنت عليك التربية. قضية الجبر والاختيار هكذا، الله عليه قصد السبيل، إما شاكرا وإما كفورا. هو كيف بعد لما صار كفور بفسقه وعناده يضل به كثيرا. شوفوا هذه كلمة يضل به، يعني مثل الأب اللي يقول لابني روح كيفك بعد شو تريد تسوي سوي. نستجير بالله من هذا أنه إذا واحد يذنب ويذنب ويذنب وتتراكم الذنوب، بعدين الله يتركه يقول له روح أنت بعد ما فيك فوت، ما فيك خير أنت بعد. هذه المشكلة. وعندما ترك الله ترك شخصا، هاي مشكلة بعد، يعني كأنه الله رحمته ولطفه انقطع من هذا. نستجير بالله. خب هذه آية خلصنا منها. تعرج السورة مرة أخرى، نعم أخرى. هذا الأسلوب القرآني اللطيف الهادئ المرن، الأسلوب الذي يفهمه الكل، حتى اللي قابع في أكنان الجبال يفهمه، المثقف يفهمه، أي الفيلسوف ما أدري الأكاديمي والحوزوي يفهمه. شنو؟ انظر إلى النعم، هذه النعم الكثيرة ألا تحتاج إلى منعم، إلى خالق، إلى مدبر، إلى رب، مو بس خالق، خلق وهو رب لها جميعا. ولولا ربوبيته وضعنا كل الدنيا يضيع أصلا. يرجع في هذه السورة إلى هذه النعم. هو الذي أنزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسيمون. هذه النعمة العجيبة التي بمقدار ما احنا بعد صاير عادي عندنا نعمة المي. تدري شو وقت واحد يعرف؟ لما يصير جفاف في منطقة ما يجي مي اصلا، وتعرف هناك اهمية الماء. وحقيقة بعض الأوقات أنا أفكر كل مخلوقات الله يعني خشنة، الحجر والمدر والجبال والأشجار، يعني جسم بشكل، أكو خلق مائع سائل يمشي كل مكان هذا المي. ولولا هذه السيولة والمرونة التي في الماء ما كان يبقى شيء أصلا، يروح بالأنهر، يروح بالبحار، يجي بالبواري، يجي إلى أن يغسل إيدك، تشطف بنفسك. هذه النعمة العجيبة اللي إحنا ننساها عادة. يقول من تلك النعم هو الذي أنزل من السماء ماء، المطر يعني، لكم منه من هذا الماء شراب تشربه. أفضل الماء للشرب شنو؟ ماء المطر. حتى هاي اللي بالعيون من المطر بالنتيجة تختزن في الأرض.
ومنه يعني من هذا الماء الله خلق لنا شجر فيه تسيمون الإسامة الرعي. يعني لولا هذا الماء احنا في منطقة خراسان شفنا هذا الشيء من سنوات، الله يبعد الشر عن كل بلاد المسلمين، جفاف صاير، رعي ماكو بعد. يعني المواشي شلون تبقى حية وتنتج وإلى آخره بالرعي بعد. الرعي منين؟ من الشجر، من العلف، من الزرع اللي يصير. الزرع منين؟ من الماء اللي يجي. هو إذا ماكو ماء والمخزون المائي، المخزون اللي في الجوفي يسموه المياه الجوفية، تنتهي الآبار، تنتهي الأنهر، تصير جفاف. يعني هذا مصيبة تصير. والآن يقولون في الأعوام القادمة احنا عندنا مشكلة المياه في كل العالم، في كل العالم. نستجير بالله. خب، ومنه شجر فيه تسيمون من الإسامة، إسامة يعني الرعي، رعي المواشي وما أشبه. ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. أيضا إشارة إلى نعمة أخرى، من هذا الماء ينبت لكم به، يعني بالماء، لولا الماء لما كان الزرع، كل أنواع الزرع. بعدين يأكد على ثلاث أشياء اللي كان من المهم أن نؤكد أيضا إحنا في أكلاتنا. الزيتون، التمر، يقول النخيل طبعا، والأعناب، جمع الأعناب يعني أنواع الأعناب. ليش التركيز على هالثلاثة؟ يعني أول شيء يقول الزرع، بعدين يقولوا من كل الثمرات، يعني كلها زينة، كل الثمرات زينة، كل الزرع زين. التركيز على هالثلاثة، يبدو هكذا المفسرون يقولون، يبدو أنه هذه من أهم وأفضل الأكل، يعني الثمرات. يعني يعني إذا واحد يركز في السفرة، في المائدة اللي يمدها في البيت، خاصة النساء لازم يأكدون على هذا الشيء، خلينا نأكد على هذه الثلاثة، وإلا ما كان القرآن يأكد عليها. وأكو روايات، أتصور أن كتبت بعض الروايات حتى أقراها لأهمية هذا الغذاء العجيب. طبعا أنت إذا تروح إلى كتب النباتات تشوف تفاصيل. اليوم شفت ما لي خلق أكتبها وأقراها، أنه إيش قد مهم العنب، إيش قد مهم الزيتون، إيش قد مهم الزيت، إن التمر، إيش قد فيتامينات بإلى آخره. منها هذه الرواية التي تقول عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، ورزقكم الله زيارته، نعم الطعام الزيت، عن الإمام الرضا، يطيب النكهة، نكهة الفم، ويذهب بالبلغم. الطب القديم كان يعتقد، وإلى الآن حتى الطب الجديد بس غيروا الأسماء، أكو صفراء وأكو بلغم، أكو سوداء، ما شنو الحالات الموجودة في البدن. البلغم مشكلة للبدن، الزيت، عصارة الزيتون يذهب بالبلغم. الآن شنو صاير؟ صاير هاي الدهون اللي نستعملها في، طبعا احنا ما نستعمل، احنا من اليوم الأول عرفنا هذه دعاية تجارية من بعض الشركات في كل العالم، روجوا علينا. شنو روجوا؟ لتاكلوا شحم، لتاكلوا لية، لتاكلوا دهن حر، لتاكلوا فلان، يصير كوليسترول، كله كذب كان. الآن أكو عندي أحد أقربائي في أمريكا عنده تحقيق حول هاي الأمور، كان يجي أيام سابقة يقول لا تأكلوا لا تأكلوا، الآن يجي يقول أكلوا أكلوا. قلت له ها شلون صار؟ لما الروايات تقول أكلوا ما تقبلون من عندنا، الآن الأطباء اعترفوا؟ مو اعترفوا، كانوا يدرون بعضهم، ويمكن بعضهم من طلت عليهم. أفضل زيت تستعملوه، طبعا هذا مو منبر حتى
نعين لكم شنو تاكلون، بس بالنتيجه الله ده يقول بعد لازم نشرح. افضل زيت في البيوت قولوا لنسائكم زيت الزيتون، الزيت يطيب النكهه ويذهب بالبلغم ويصفي اللون، عجيب، ويشد العصب. البدن اكو عصب، اعصاب، مو الاعصاب المرض الاعصابي، العصب الموجود في البدن. ويذهب بالوصب. وصب شنو؟ نحول الجسم. تقول ليش بيك؟ ما ادري، نحلان. فيك شيء؟ رحت اختبار؟ رحت والله ماكو شيء. شنو هذا النحول؟ من الاكلات المضره يا شباب، هذا الهمبرجر والما ادري شنو السريعه، الاكلات السريعه وهذا الكونسيبت، هذا كله مو زين، كله مو زين. عودوا اولادكم على انه يتركون هاي الاشياء. الان ابو صاير مع الاسف موضه، ما عندنا خلق نروح للمطعم، المطعم شنو بي؟ هاي الاكلات. والله الاكلات الصحيحه كانت الاكلات السابقه، بس تحكي يقول هذول رجعيين. يا رجعيين، بابا كنا ناكل افضل الاكلات، كنا ناكل. انتوا الان تاكلون في شيء، انتوا شباب ديروا بالكم ليه تاكلوا هالاكلات، اتركوها. ويذهب بالوصب، الوصب يعني النحول الجسم منهك دائما. ويطفئ الغضب، عجيب، زيت الزيتون يؤثر على الحالات النفسيه والخلقيه. نعم، كثير من اللحوم يقولوا يودي الغيرة مثلا، اللحوم الأكلات تؤثر حتى في الأمور النفسية. وعن علي عليه السلام، هذا حول الزيت والزيتون، خلوا في بيتكم دائما الزيت موجود في السفرة وفي الطبخ أيضا. وعن أمير المؤمنين حول التمر، كل التمر، يعني أكل كل التمر، فإن فيه شفاء من الأدواء. الآن يثبتون يقولون أفضل شيء، لأن واحد لا يبتلى بالمرض الخبيث السرطان أجاركم الله هو التمر، منها التمر، أكثر من التمر. قديما في كل، الحمد لله في الكويت عندكم هذا الشيء، وإحنا لما أجينا للكويت علمنا، إلى الآن مستمرين بالسفرة لازم تمر يكون موجود، هذا زين. كل التمر فإن فيه شفاء من الأدواء، أو بيت لا تمر فيه جياع أهله. جوعانين، هو مو جوعانين، يعني ما عندهم ذاك الأكل الجيد. التمر شيء غريب. وخير عن النبي خير، هذا عول التمر. وأما عن العنب، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، خير طعامكم الخبز، يعني الحنطة، الشعير اللي تخبزون. طبعا هذا الخبز مغيره مع الأسف، هذا القشرة اللي على الحنطة وعلى الشعير ذبوه، شو يسموه؟ السبوس. تدري أصل النفع في السبوس، سواء في الحنطة أو الشعير أو بقية الحبوب، ذبوها ويحطونها في الخبز مو معلوم شنو وشنو بيها. قديما لا، هذا الخبز اللي يشير إليه رسول الله صلى الله عليه وآله. خير طعامكم الخبز، وخير فاكهتكم العنب. العنب عجيب خواص. المهم التركيز في هذه الآية على هذه الثلاثة، أكو قصد فيها، يعني الله إشقد يحبنا، لطيف بنا، رؤوف بنا، رحيم بنا، حتى يعلمنا بالقرآن شنو تأكل. يقول كل الثمرات زينة، شوفوا الآية، ينبت لكم به، يعني بالماء، نعمة، نعمة الماء، لولا الماء ما يصير هذا. ينبت لكم به الزرع، كل أنواع الزرع، بس رأسا يقول والزيتون والنخيل والأعناب. تركيز على هذه الثلاثة، يعني أيها المؤمن، أيها المسلم، أيها الإنسان، التفت إلى هذه الثلاثة، كثرهم في بيتك. ومن كل الثمرات، يعني ومن كل الثمرات ينبت من هذا الماء. إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. إذا واحد شوي يتفكر
يعني يفعل فكره، والإنسان كل ده يفكر بس ما يفكر بهذا الشكل، أنه شنو هالنعم الموجودة وإحنا بعد ما نلتفت إلها. بعد من النعم وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر، هذه الدورة الموجودة في المنظومة الشمسية لولاها لضعنا أصلا، مننا الليل نرتاح بها، الآن غيرنا طبعا في شهر رمضان ما يخالف، أما في غير شهر رمضان سهرة إلى بعد منتصف الليل وننام شقد للتسعة للعشرة، طبعا احنا مبتليناها بس هذا مو زين. قديما شنو كان؟ قديما المستحب شنو كان؟ لقمة الصباح مسمار البدن، اول الصبح ياكل ريوق مرتب، بس اول الصبح بعد صلاة الصبح بعد التعقيبات يمشي شوية يلعب رياضة بعدين يطلع برا بعد غدا ماكو. قبل المغرب قبل الغروب كانوا يتعشون، وهذا الصحيح كان، وأتصور في السنة يعني في سنة الرسول والأئمة هالشكل كان. بعدين كهرباء ماكو، تلفزيونات ماكو، ما هذه قعدات ماكو، يروحون ينامون، النوم تغير همات. هذه كلها إشارة بها، وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. احنا من استاهل البشر عموما إلا المعصومون، إلا المعصومين من استاهل أصلا، بس الله سخرها لنا. يقول سخر لكم كل هذا الخلق من شان شنو؟ من شان هذا الإنسان الخصيم المبين اللي أشر عليه في أول السورة، هذا يرتاح، يجيب له الشمس، يجيب له القمر، يجيب له الليل، يجيب له النهار، وهكذا حتى يرتاح. مع ذلك لا يشكر. وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. هناك قال لقوم يتفكرون، هنا لقوم يعقلون. في الآية الثالثة وما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه. ذرأ يعني خلق أبدع، كل هذه النعم التي خلقها الله لكم. هي دائما يشير ويؤكد الله في هذه السورة وفي غير هذه السورة أن هذه سخرناها لكم استفيدوا منها. وما ذرأ يعني خلق لكم في الأرض مختلفا ألوانه، النعم المختلفة، ألوان مختلفة، أنواع مختلفة، خواص مختلفة. إن في ذلك لآية لقوم يذكرون. هناك آية لقوم يتفكرون، هنا آية لقوم يعقلون، الآية الأخيرة لقوم آية لقوم يذكرون. ثلاث حالات اللي موجودة في الإنسان. بعض الأشياء يحتاج إلى تفعيل العقل لأنه شوية قضايا عقائدية يحتاج إلى تمعن. بعض الأشياء يحتاج إلى فكر، يعني حقيقة إحنا نفكر في هاي الأشياء. يعني واحد من العبادات، أنا أتصورها من العبادات لأن الله دي يشير إليها، بعد من العبادات إذا واحد ما إلى خلق يصلي، ما إلى خلق يقرأ قرآن مثلا، يفكر يفعل عقله، شنو هالسماوات، شنو هالأرض، شنو هالأشجار، شنو هذه النعم، هذه الجبال، هذه الأودية، هذه البحار، أنواع اللحوم، أنواع الثمرات، أنواع الزرع. التفكر في خلق الله، التعقل في خلق الله حتى يتذكر. إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون، هنا يقول إن في ذلك لآية لقوم يذكرون، يذكر نعم الله سبحانه وتعالى. ومن النعم قلنا هذه السورة مملوءة بنعم، نعم الله، إشارة إلى نعم الله. وهو الذي، الله الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا. البشر مدلل، نخيل وأعناب وما أدري شنو، ليل نهار شمس قمر، هم يقول لا هذا مو كافي، أريد سمك وزبيدي أيضا. السمك ما يخالف،
وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا، طري طازج، حقيقة من أفضل اللحوم اللي ما بأي مشكلة تلوث ما تلوث، إلا إذا إحنا البشر نلوث البحار بعد ذاك صوتنا. وبالفعل يعني من وظائفنا أنه لا نلوث البيئة، هذه إشارات بها بالقرآن أيضا وفي الحديث. البيئة لمن؟ البيئة لنا. إذا لوثنا البيئة وسخناها سواء البحار أو يروحون نزهة مثلا يسوون نار ويصير حريق بالغابات، شنو هذا؟ ليش يعني؟ يروحون إلى البحار يقطون كل الزبالة بالبحر، هذا مو صحيح، الأسماك تتأذى. اللحم الطري منين جاي؟ من هذا الماء النظيف، وهو الذي سخر البحر، البحار، المياه، لتأكلوا منه لحما طريا طازج بدون تلوث، وتستخرجوا منه حلية. تريدون حلية بعد؟ زينة للنساء، شنو؟ لؤلؤ، مرجان، ما أدري شنو هاي اللي بالبحار. وتستخرجوا منه حلية تلبسونها، يعني الله هم يشجع على الزينة أيضا. الإنسان المؤمن يجب أن يزين نفسه، يرتب نفسه. في الرواية هكذا أتصور رأيت عن رسول الله محمد صلى الله عليه وآله، أنه عندما كان يريد الخروج من البيت، من المنزل، هكذا في بالي، أنه كان يتطيب، عطري خلي مرتب، يرتب هندامه صلى الله عليه وآله. وأتصور شفت أنه كان ينظر في الماء أو في المرآة يرتب وضعه، يعني الشكل في بالي، يعني الإنسان المؤمن يكون أنيق نظيف مرتب. هذا إشارة إلى الحلية، ما بيها شيء. تستخرجون من هذه البحار حلية تلبسونها، طبعا الحلية مقسمة بعضها للرجال بعضها للنساء، الأغلب للنساء. وترى الفلك، الفلك يعني السفن، مواخر فيه، مواخر جمع الماخرة أو الماخر، الماخر الشيء الذي يشق الماء يمينا وشمالا، شايفين السفن العملاقة وحتى البلم الصغير لما يمشي بالماء يشق الماء، يروح شوي على اليمين شوي على اليسار، تشوف أنه شق الماء يمينا ويسار، هذا يسمو المخور، مواخر. وترى الفلك، السفن عجيبة وأخان، هاي السفن العملاقة اللي وزنها آلاف الأطنان هكذا على البحار تمشي. وترى الفلك مواخر فيه، يعني في البحر، ولتبتغوا من فضله، السفر بالسفن، البضاعات البضائع التجارية شلون تروح بالسفن أغلبها، هذا للتجارة، إشارة إلى التجارة، ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. تشكرون بشنو؟ بأنه نشكر الله، ما يخالف، باللسان، ونشكر الله بالعمل كما قلنا دائما. خب البقية أنا ما افتهمت بالنتيجة شو أسوي، واحد يقول لي اختصر، واحد يقول لي ها طول. لا أتصور مثل ما طرحنا الموضوع على بعض الأصدقاء، قالوا الدماغ، ما أدري، الفكر، العقل، ما يستوعب أكثر من تقريبا نص ساعة 40 دقيقة أقل فلان. وبالفعل حتى بالمدارس الشكل، إذا نطول هواية ما أنتم مضوجون وألم أتعب، فهو هذا المقدار يكفي بعد، مو الشكل. صلوا على محمد وآل محمد. طيب كعادتنا في كل ليلة، صحيح أن الآيات القرآنية كلها موعظة، كلها تذكير، كلها تفعيل للعقل، ولكن أستقطع بعض المواعظ من الكتب، منها مواعظ عيسى المسيح سلام الله عليه. من ميزة ديننا الإسلامي أنه نستفيد من مواعظ الأنبياء، نقبل كل الأنبياء
يجب أن نقبل، مو أنه نقبل، يجب علينا. أنا مرة كنت أباحث واحد مسيحي مثقف، قلت له أنا إذا ما أقبل عيسى مو مسلم أصلا. قال ها شلون يعني؟ قلت هذا ديننا هالشكل. يجب علينا أن نقبل كل الأنبياء من آدم إلى نبينا. أنتوا تقبلون عيسى وتنكرون البقية، لا إحنا ما ننكر، كل الأنبياء مقدسون عندنا. ولذلك نأخذ بمواعظ موسى، بمواعظ عيسى، بمواعظ إبراهيم عليه السلام، أكثر المواعظ من عيسى عليه السلام. تدرون ليش؟ لأنه اليهود انحرفوا بعد موسى عليه السلام، حرفوا الكلام، حرفوا الكلم، حرفوا التوراة، صار عندهم المهم التجوا إلى الدنيا. هسه تفصيل في التاريخ موجود إذا تردون اقروا. فبعث الله عيسى للتصحيح، ايش تسوون يا بني إسرائيل؟ وين رايحين؟ تخضمون مال الله خضما بشكل وتحريف للتوراة. فلذلك مواعظ عيسى شوية نقدر نقول صلبة، قوية، شديدة شوية. منها هذه: يا بني إسرائيل صلوا من قطعكم واعطوا من منعكم. ممكن تقول هذا وصية عيسى. لا، مو وصية عيسى فقط، انظر إلى إمام زين العابدين شو يقول في الأدعية، هم نفس الشيء، ترى نفس المنظومة الفكرية. الأنبياء الأوصياء كلهم منظومتهم الفكرية واحدة، فإذا احنا قرينا عن عيسى لازم نطبقها. يعني صلوا من قطعكم. اليوم واحد جايني يقول لي أنا فلان بعد ما أسلم عليه. ليه شباب؟ لأن فلان يوم قال لي فلان كلمة. لا، صلوا من قطعكم، هو قطعني ما يخالف، أنا أروح أسلم عليه. واعطوا من منعكم، منعني من رفده من خيره. والله ما عزمني بالعزيمة اللي سواها، ما عزمني، شنو هالتفاهة يعني، ما عزمك أنت أعزمه. وأحسنوا إلى من أساء إليكم. أساء أنت أحسن إليه. وسلموا على من سبكم. هاي شلون يسبني أنا أسلم عليه؟ الآن بعض الناس مع الأسف شنو في فضائياتهم، في قنواتهم، في ما أدري إلى آخره، سب وشتيمة وفلان، شنو هذا؟ هاي الثقافة منين أجت أصلا؟ ثقافة المؤمنين، هذا ثقافة الورعين المتقين، هاي الثقافة. سلموا على من سبكم وأنصفوا من خاصمكم. خاصمني أنا أنصفه إياه، اقبل الحق منه. واعفوا عمن ظلمكم. شقد يعني هذا واحد لما يقرأ هاي الأمور يجب أن تكتب بالذهب وننشرها في العالم. يا عالم هذه ثقافتنا، ثقافة التسامح، ثقافة الاعتدال، ثقافة أن نحب الجميع. شقد حلو. واعفوا عمن ظلمكم كما أنكم تحبون أن يعفى من أن يعفى عن إساءتكم. أنا ما أحب أسأت لك، ما أحب أنه تعفو أني، أنا لازم أعفو. فاعتبروا بعفو الله عنكم. الله، اعتبروا، أخذوا العبرة من عفو الله. شلون؟ شوف التركيز على نعم الله. ألا ترون أن شمسه أشرقت على الأبرار والفجار منكم. هاي الشمس دي تعطي إشعاع على منه؟ على الكافر والمؤمن والفاجر والبر والتقي وكل حتى أعداء الله يستفيدون منه. الله كريم، شوف التمثيل جدا لطيف. ها، وأن مطره، مطر الله، وأن مطره ينزل على الصالحين والخاطئين منكم. الله ما يحرم أحد. فإن كنتم لا تحبون إلا من أحبكم ولا تحسنون إلا إلى من أحسن إليكم ولا تكافئون إلا من أعطاكم فما فضلكم إذن على غيركم. أنتوا بني إسرائيل تقولون إحنا شعب الله المختار، وإحنا المؤمنين نقول إحنا الشيعة، إحنا المسلمين، سنة شيعة، ماكو فرق، إحنا مقربين عند الله. وين مقربين عند الله؟ وين أخلاقنا؟
احنا العلماء، احنا الشيوخ، احنا السادة، احنا الفلان، وين صرنا؟ المؤمن يجب ان يتحلى بهذه الاخلاق الفاضلة. شوفوا يقولوا: فما فضلكم اذن على غيركم قد يصنع هذا اللي دا يقول السفهاء الذين ليست عندهم فضول ولا احلام، ولكن اذا اردتم ان تكونوا احباء الله. احنا في هذا شهر رمضان شو نريد نسوي؟ نريد نكون محبوبين عند الله، مو هذا هدفنا؟ صوم وعبادة وهاي السبحة بيدنا وذكر كل زين. ولكن إذا أردتم أن تكونوا أحباء الله وأصفياء الله فأحسنوا إلى من أساء إليكم. من يقدر يسوي هذا الشيء؟ يصير حبيب الله، محبوب الله. ما قال إذا أردتم هذا روحوا بالمسجد اقروا 5 أجزاء قرآن، ذاك مزيان، أنا ما أمنع، أنا ما أقول مو زين، ولكن عيسى عليه السلام يركز على السمو الأخلاقي، الفضائل، الأخلاق، هذا اللي تودينا إلى درجات الكمال. وإلا شنو؟ هاي سوي صلاة مستحبة، هاي صلاة، ولكن تظلم، تغش، أو يغش ويظلم الإنسان، هذا ما يصير. من أساء إليكم واعفوا عمن ظلمكم وسلموا على من أعرض عنكم. اسمعوا قولي، ينادي في بني إسرائيل. يا ريت كان يأثر فيهم. شوف ايش دا يسوون في القدس، في فلسطين، شو دا يسوون هذولا والناس كلها ساكتة. اسمعوا قولي واحفظوا وصيتي وارعوا عهدي كي ما تكونوا علماء فقهاء. هذا للمشايخ الله يحفظهم، عالم فقيه، من العالم الفقيه؟ كي ما تكونوا علماء فقهاء. إذا تريد يكون عالم فقيه، هذا هاي الطريقة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بهذه الفضائل والمناقب التي ذكرها الأنبياء إن شاء الله. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآل محمد. الله 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 سبحان الله الله الله.